معي اليوم مشاهدينا في الاستوديو من الامارات لاعب الخفه معين البستكي، وهو خير من يتحدث معنا عن السيرك واهميته. اهلا وسهلا بك معين. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني انكم متواجد وياكم اليوم في البرنامج. اكثر واكثر والله. وان شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم، نسوي لكم اشياء حلوه تستانسون معنا ان شاء الله. احنا يعني متوقعين هذا مع انه في شويه خوف في الموضوع واسئله والى اخره، بس حنحاول نتجاوز. يلا. مبدئيا ما هي او ما هو مفهوم لعبه الخفه؟ لعبه الخفه في منظوري الشخصي هي انك تتعلم الحرفه هذه عشان تخلق المستحيل للمشاهد. ما في عندك قدرات خارقه، ولكن هي حرفه، هي فن، هي اساليب واسرار وتقنيات احنا نستعملها في عالم العاب الخفه. الهدف والغرض منها التسليه والانترتينمنت والعيون المشاهدين والناس. يعني بيقولوا أن كل الاشياء اللي بتحصل في لعبه ما هي في عين اللي بيشوف، ولا يعني بين ايد اللاعب وعين المتلقي. هي عندك في لعبه الخفه نعم، وفي بعض الاوهام او الالوجنز نفس الفكره. ولكن مش كل العاب الخفه اعتمادها الكلي على سرعه اليد او خفه اليد. هي لعبه خفه اخلاق وتخلق لهم الوهم. ولكن وين السر وكيف السر؟ هذا اللي يفرق بين لاعب الخفه ومن بين المشاهد. هناك تحدي في هذه الحلقه، هل تقبله ولا هل اقبله انا؟ لان التحدي انا خاصه نقبل التحدي. هتقبلين؟ يلا تتقبلين التحدي معي؟ انا اقبل التحدي. يلا نقول بسم الله. التحدي اليوم مع ضيفي لاعب الخفه معين البسكي في لعبه التحدي، تفضل. استاذه نبيله، من الاشياء اللي احنا نتاثر فيه في حياتنا اليوميه هم ليش انت خفتي؟ انا مستعد، انا مسلمه امري لله. هي تاثيرنا بالفنانين والمغنين والفنانات والمغنيات في حياتنا اليوميه، نسمع لهم ونطالعهم. عندي هني قدامي، قبل ما ارجع للدفتر هذا باش تخلين هذا عندك، نرجع له بعد شويه. خليها على الطرف. أوكي. خليها بعيد. عندنا في الدفتر هذا لو ياخذون علينا الشباب كلوز اسامي بعض الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات على حول 60 اسم، اباك تشوفينهم وتقرين الاسم وياهم. لا لا لا، تشوفين من هني اساس بعد الكاميرا تشوف. قوليهم. محمد عبده، عادل امام، عمرو دياب، عبد الحسين، عبد الرضا، طارق العلي، هيا الشعيبي، شويه بسرعه، اصاله، حسين الجسمي، حياه الفهد، راشد الماجد، راغب علامه، سمير غانم، نانسي عجرم، والى اخره. كثر. فاللي ابغاك تسوينه باش تاخذين الدفتر هذا تحطينه على يدك اليسار. بابيك متى ما بغيتي من غير ما أن انا اشوف. اوكي. خذيها جي على يدك. لا لا، بالجد. وقت ما بغيتي من غير ما أن انا اشوف. أوكي. تفتحين على واحدة تشوفينها. وتحفظين كل اللي موجود عليها في مخك، البيانات هاي كلها احفظيها في مخك. انا ما حطالة. اوكي، افتح ورقة واشوف. وتشوفيها وبعدين فري الدفتر. سكريها وفري الدفتر. شفتها. شفتيها فري الدفتر. اهو. خلاص رميتيها؟ اي. زين، عندك اسم موجود من الفنانين او الفنانات ومنو ما كان، صح؟ انا ما اعرف لان في 60 اسم. صح. ولا المشاهدين شافوا مش عارفين. لا، انت عندك حد معين موجود في مخك في بالك، ابيك تفكرين فيهم. وحاولي كانك قاعد ترسلين المعلومه هاي مع انه ما حتفرق. لاول مره منو الفنانه والفنان اللي فكرت فيها واللي فتحتيها منو كان؟ تفضلي قولي. اقول؟ اي قولي. احلام. احلام. احلام الفنان اللي فكرتي فيها، صح؟ صح، المكتوب اسمها واللي كان مكتوب اسمها واللي انت شفتيها، بس وانت ما قلتي لي وما قلتي حق المشاهدين. قبل ما ان اجيك البرنامج، قبل ما نبدا الحركه هذه، اعطيتك ظرف. تفتحين الظرف تشوفين شنو صوره. يا صوره الفنانه احلام. صح. ما يصحوا الا الصحيح. ما يصحوا الا الصحيح. خطير. هذه اغنيه لاحلام. خطير انه صحيح. لا 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 لا، هذه اغنيه لاحلام. ايه؟ من 100 اغنيه موجوده لاحلام او مئات الاغاني، صح؟ وانت فتحتي على صفحه معينه وانت شفتي اسم احلام وانت قلتي اغنيه من اغانيها، صح؟ ايه. انا ما قلت تفتحي على اي صفحه. شو اسم شو الاغنيه؟ ما يصح الا الصحيح. هل اللي انت اخترتيها؟ عادل. نو. طيب ما يصح الا الصحيح. الا الصحيح.
تستاهل الفنان الأحلام. ودي معايا أباك تفكرين معايا. ربما عندنا دقيقة فقط للفنان. يلا أباك تفكرين معايا لأيام طفولتك، نسويها بسرعة. رجعت لأيام طفولتك، أنت واقفة مع صديقة من صديقاتك لأيام الطفولة، أنا ما أعرفها صح؟ صح. وما حد هني في الاستوديو يعرفها. لا. أباك تفكرين في اسمها، فكري فيها، فكري فيها كأنك أنت قاعد تلعبين معاها. صديقتك اللي كانت معاش هاك الوقت. هدى؟ ممكن؟ أوكي. صح والله صح. أوكي. طيب. لحظة. وأنا معاش داخلين مول، حطيتي بطاقة الـ ATM ماشين في الماكينة عشان أنك كريمة ذاك الوقت، بنت تسحبي لي 1000 درهم تعطيني إياها. دخلت البطاقة في الماكينة. إيه؟ قاعد تحطين أول رقم، لا تقولي شيء، أول رقم 7. ثاني رقم. طيب خلينا في ثاني رقم. آخر رقم حنستر عليها، آخر رقم 2. صح. صح. 7. صح. صح، ما ينفعش نقول أكثر. نقول آخر واحدة. لا خلينا. نستر عليها آخر واحدة، أقول لك بإذنك تعالي. أيوة. يعني أحسن نهاية لحلقة من حلقات أنت ونبيلة، شكرا جزيلا لوجودك معك، خطير صراحة، أنا شوية ابتديت أخاف وروح على البنك أغير الرقم. شكرا لضيفي العزيز معين البستكي لاعب الخفة الإماراتي على وجودك معي فأنت ونبيلة، شكرا جزيلا، استمتعنا جدا بوجودك. مشاهدينا أنتظركم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من أنت ونبيلة، دمتم بخير. لا 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 لا، الموضوع صعب.